قرار الحمل خدتي انتي وجوزك مع بعض ولا الحمل ده حصل فجأة اصلا؟ كنا سايبينها على ربنا يعني، وبعدين اكتشفت فجأة ان انا حامل. هو ما بين الاثنين يعني، هو كان بالاتفاق ان احنا كنا نأجل شوية، بس هو لقينا نفسنا ان احنا يلا بينا بقى، لو خلاص فاضيين مش لاقيين حاجة نعملها، فاهمة؟ الاهل في بداية الجواز كانوا بيزنوا عليكم ان يلا ولازم تخلفوا ولازم بعديها بقى تخووك الكلام ده ولا لا؟ لا ما حدش زن. لا لا مش زن، بس يعني توقعات بقى، لو يعني مستنيين يبقى في بيبي، بيكلموا باستمرار ان في بيبي جاي كده يعني. لا لا خالص، ما كانش في ضغط منهم خالص. اصعب حاجة واجهتك فترة الحمل كانت ايه؟ ترجيع، مش قادره تاكلي حاجه، مش قادره تشمي حاجه، النوم ما كنتش بعرف انام تقريبا. اول سنه امومه صعبه جدا. آه. ايه اصعب حاجه واجهتك فيها؟ مفيش نوم، ده طبعا مع الامهات كلها، انتي ما بتعرفيش تنامي. آه تماما. ان هو كان على طول بيعيط. ايه الحاجه اللي عملتيها مع اولادك في اول سنه في حياتهم واكتشفتي بعد كده انها غلط؟ لا انا كنت بقرا كتير قوي يعني، كنت بقعد اقرا عن الطفل من الولاده لحد 6 شهور، ومن 6 شهور ل 12 شهر، وايه الحاجات اللي تتعمل وايه حاجه ما تتعملش. الهز ان انا اقعد اهزها كتير. قريت عن الموضوع ده، اكتشفت ان هو بيعمل كوارث كتيره جدا يعني. ممكن تفكري في حمل ثالث؟ لا. 4-5 سنين على الاقل. لا لا خالص بقى. قرار الحمل خدتي انتي وجوزك مع بعض ولا الحمل ده حصل فجأة اصلا؟ بالنسبة لأول حمل طبعا احنا ما كناش يعني خلاص كنا سايبينها ان هي تيجي وقتها. بالنسبة لتاني حمل كان عدى 3.5 سنين على الحمل الاولاني، ففكرنا ان احنا نجيب حد تاني. لا خالص ما كنتش مستعدة. كنت منتظرة الحمل بلهفة جدا. الاهل في بداية الجواز كانوا بيزنوا عليكم ان يلا ولازم تخلفوا ولازم بعديها بقى تخووك الكلام ده ولا لا؟ لا هو اول بيبي احنا جبناه بعد 9 شهور، فما كانش فيه زن خالص، حدش من العيلة كان سنة، احنا ما لحقناش اصلا يعني، هو جه بعد شهر على طول. طبعا الزن ده لازم يعني، ده حاجة اساسية. اصعب حاجة واجهتك فترة الحمل كانت ايه؟ كنت لوحدي معايا جوزي بس. حصل عندي انفصال في المشيمة. اول سنة امومة صعبة جدا، ايه اصعب حاجة واجهتك فيها؟ طبعا مش بتبقى متعوده على تربيه الطفل والسهر معاه وكده، بيبقى طبعا محتاج رعايه من نوع خاص. اصعب حاجه على الام في اول سنه قصه نوم البيبي دي. اصعب حاجه في الدنيا ان انت مش عارفه ايه اللي بيرضي. اصعب حاجه واجهتك فتره الحمل كانت ايه؟ اول حمل بقى عشان هي تجربه جديده فبتبقى صعبه على الواحد، انما بعد كده بقى ان انت عندك اولاد مع الحمل برضو بتكون صعبه. اصعب حاجه كانت كل حاجه، الحمل الاول ده كان صعب جدا، تعبه اكتر حاجه كانت صعبه بالنسبه لي. اول سنه امومه صعبه جدا، ايه اصعب حاجه واجهتك فيها؟ ازاي اخد بالي منه، ازاي اعرف هو المفروض ياكل ايه ما ياكلش ايه، عدم انتظام النوم، والبيبي بقى انت مش فاهمه اي حاجه خالص عنه، الزن، عدم النوم، والعصبيه. قرار الحمل كنتي بتاخديه وانتي وجوزك مرتبين اموركم ومتفقين مع بعض ان ده الوقت المناسب؟ كنا مرتبين امورنا لحد سن مثلا، كنا مناوين ان احنا بعد سن 3 سنين نجيب، بس الامور الحمد لله مشت على خير الحمد لله. الاهل كانوا بيزنوا من اول ما اتجوزتوا على موضوع الحمل؟ لا هو ما حدش زن، بس اكيد يعني كانوا عايزين. في ثالث طفل ما فيش حد بيتدخل في القرار ده غيري انا وهو، ولا مامتي ولا مامته ولا اي حد. ايه اصعب حاجه عشتيها في الحمل؟ الترجيع وقله الاكل، الحركه بتبقى اقل في كل حاجه. اول حمله عشان كان جالي نزيف وكده، فده طبعا كانت حاجه صعبه، وكمل معايا لحد الاخر، فطبعا كانت حاجه صعبه. اصعب حاجه بقى واجهتك مع ابنك في اول سنه امومه؟ العياط المستمر اللي انا مش عارفه ايه سببه، ان انا حريتي ما اتلغت،